السلام عليكم ومع حصة جديدة لشعبة من الشعب الأدبية شعبة الأداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل وامتحان ومع الامتحان البكالوريا الامتحان الجهوي الموحد للمترشحون الرسميون دور العادية يونيو 2014 مادة الرياضيات الجهة هي جهة الشاوية ورديغة إذا كيف ما تلاحظوا استعمال الحاسبة غير قابل للبرمجة مسموح به التمرين الأول على ست نقاط الاسئله واحد و 2 و مستقله اولا حل في مجموعه الاعداد الحقيقيه آخ المعادله التاليه اكس إثنان ناقص ثمانية اكس زائد عشر تساوي صفر اذا لحل هذه المعادله اولا نتعرف على طبيعتها اذا قلنا هي معادله من الدرجه الثانيه اذا عندما نرى معادله من الدرجه الثانيه اللي كتكتب على شكل ا اكس مربع زائد بي اكس زائد سي كتساوي صفر اذا مباشره فاننا نحسب المميز دلتا حيث دلتا كيساوي بي اس 2 ناقص 4 اس سي اذا حنا بالنسبه لنا هنا المعادله ديالنا فهاد السؤال الاول هي اكس اس 2 ناقص 8 اكس زائد 12 كتساوي صفر اذا خاصنا نحددوا شكون هي ا آه شكون هي بي وشكون هي سي. إذن باش نسهل عليكم المأمورية أ هو العدد المضروب في إكس أس 2 اثنان هنا ما عدد يعني هو واحد وهنا إكس مضروب في العدد ناقص ثمانية كاين اللي غيخطأ يقول ثمانية لا كتأخذ العدد بالإشارة ديالو ناقص ثمانية و هو العدد اللي كيبقى بوحدو محداه لا إكس لا إكس موسى اللي زائد باختصار نكتب 12 ونطبق العلاقة ديال المميز إذن صيغه المميز نحسب المميز دلتا دونك دلتا هو بي اس 2 ناقص 4 ا سي إذن دي اول مرحله دائما في معادله من درجه ثانيه كتمشي كتحسب المميز دلتا اذا غنمشي نعوض بي هي ناقص ثمانية اذا بي هي ناقص ثمانية اس 2 ندير ناقص 4 في, في السي. ا في سي ا كتساوي واحد يعني في واحد والسي اللي هو هذا راه هنا كاين في وهنا في سي هي 12 ثم نحسب اذا يمكن لكم تستعملوا الاله الحاسبه كيف طلبوا منا كيف قالوا لنا في بدايه ديال الامتحان اذا ناقص 8 اس إيه 2 بين قوسين كل اس إيه 2 هي 64 ناقص وهنا 4 13 12 هي 48 كيف ما كنعاود ناكد على هذه المساله اللي عنده مشكل في الحساب يستعمل الاله الحاسبه العلميه وغتعطي النتيجه مباشره 64 ناقص 48 كتساوي اذا غنعتبروها كتساوي 16 64 ناقص 48 كتساوي 16 الا تاكدنا 16 الا زدنا عليها 48 غتعطينا 64 إذا هل ستة عشر عدد موجب إذا المرحلة الأولى كيف قلنا هي مرحلة حساب المميز دلتا المرحلة الثانية هي مرحلة استنتاج الحلول إذا دائما الله يرضي عليكم تبعوا معايا المرحلة الأولى كتكون هي مرحلة حساب المميز المرحلة الثانية اللي كتجي من بعد هي استنتاج الحلول استنتاج استنتاج الحلول وعددها اذا كتجي المرحله هذه ديال استنتاج الحلول والعدد ديالها على حسب القيمه على حسب القيمه ديال دلتا وعددها إذن بالنسبه للقيمه ديال دلتا اذا لاحظوا معايا غنمشي معكم الحاله العامه كاننا إذن اذا كان دلتا موجب قطعا يعني اكبر قطعا من صفر إذن للمعادله حلين هما اكس واحد كيساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا و اكس اثنان كتساوي ناقص بي زائد جدر دلتا على جوج أ و كان دلتا يساوي صفر كنقولو للمعادلة حل مزدوج أو حل وحيد هو اكس صفر كيساوي ناقص بي على جوج أ وإذا كان دلتا أصغر من صفر ليس للمعادلة حل ونكتب إس تساوي مجموعة فارغة إذا إحنا أشنو الحالة اللي لقينا هنا في التمرين لقينا بأن دلتا فهو موجب إذا لقينا هذه الحالة هذه موجب قطعا إذا لاش لأن 16 أكبر من أكبر من صفر إذا غنجي غنكتب هنايا للمعادلة بما أن إذا نجي دابا للتحرير ديال الجواب ديالي نجي هنا ونكتب إذا بما أن بما أن دلتا بما أن دلتا كيساوي ستاش أكبر من صفر فإن للمعادلة حلينهما إكس واحد ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج أ و إكس إي اثنان ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج أ ومنه نعوض إكس جوج شنا هي بي بي كيف ما تلاحظوا هي ناقص ثمانية إذا ناقص بي يعني المقابل ديالها هي ثمانية دونك الا كان عندكم بي هو 8 اذا ناقص بي هي ناقص 8 إذا كان سالب كديروا الموجب ناقص جذر دلتا هي جذر 16 على جوج ا أ كم تساوي؟ تساوي 1 إذا جوج في واحد إذا يمكن لك تمشي تاخد آلة حاسبة علمية وتدخل هذه الكتابة وتعطيك النتيجة مباشرة أو تحسب خطوة بخطوة إذا ما عندكش آلة حاسبة جذر 16 هو 4 على جوج إكس جوج كتساوي 8 ناقص 4 هي ربعة مقسومة على جوج إذا إكس جوج كتساوي جوج إذا لقينا دابا نتيجة ديال يعني إكس... إكس, إكس واحد غنمشيو لإكس عفوا إكس جوج نمشيو لإكس واحد هي تمنية إذا ناقص بي هنا الفرق هذا الجذر مسبوق بناقص وأذا مسبوق بزائد زائد جذر سطاش على جوج واحد يمكن لك كيف ما تستعمل آلة حاسبة علمية تلقى النتيجة مباشرة أو تمشي خطوة بخطوة على جوج هي اثناش على جوج هي ستة، إذن هذا الحل الثاني، وبالتالي إس مجموعة حلول المعادلة هما العددين إثنان وستة، إذن بهذه الطريقة نكتب- نكتب الحلول بين علامتين، إذن بهذا نكون قد أجبنا على السؤال الأول، السؤال الثاني، استنتج مجموعة حلول المتراجحة إكس إثنان ناقص ثمانية إكس زائد إثنا عشر أصغر قطعا من- من صفر. إذن استنتاج مجموعة حلول المتراجحة ثانيا استنتاج مجموعة حلول المتراجحة إكس اثنان ناقص ثمانية إكس زائد 12 أصغر قطعة من صفر إذا نذكركم شوية بالحالة العامة ديال الحل ديال هاد المتراجحات ملي كتكون عندك متراجحة من الدرجة الثانية شنو هما الخطوات اللي كنجزوها دونك خصنا نشوفو أول حاجة آه يعني كتشوفو المميز ديال هاد الحدودية هادي المميز دونك المميز حنا ديجا حسبناه في السؤال الأول إذا إذا أول حاجة المميز إذا عندنا دلتا كيساوي 16 موجب قطعا النقطة الثانية هي اننا كنمشيو تنديرو الحلول الا إيه كان عندها حل واحد او حلين او ليس لها حل اذا لدينا حلين اللي هما اكس واحد كتساوي جوج و جوج كتساوي ستة والمرحلة الثالثة هي وضع جدول الاشارة جدول الاشارة اذا بالنسبة لنا نحن استنتج جدول الاشارة هذاك الجدول على حسب الحلول اذا إيه كان عندنا جوج حلول فجدول الاشارة غيكون فيه يعني غيكون فيه ثلاثة ديال الخانات يكون فيه ثلاثة ديال الخانات اذا غيكون هكذا هذا الجدول غيكون بهذه الطريقة اذا غيكون عندنا هنا هكذا نكتب هنا يعني اكس هنا نكتب ناقص لا نهاية وهنا زائد لا نهاية وهنا هذوك الحلين دابا الحلين اثنان و واحد تتشوف هاد اثنان هاد الحل الاول تكتب هو الاول علاش لانه هو الصغير ثم ستة تخليها هي الثاني لانه هو الكبير تجي هنا تكتب ستة ودير هنا واحد الصفر و تجي هنا وديل واحد الصفر هنا غتكتب الصيغة ديال هاد هنايا غادي ناخدو هاد التعبير هذا وغادي غادي نكتبو هنا يعني غنكتبو هنا اكس اس اثنان ناقص ثمانية اكس زائد 12 اذا من بعد ما وضعنا الجدول ديالنا اللي هو جدول الاشارة ما قلنا عندنا ثلاثة ديال المراحل المرحله الاولى كنحسبوا دلتا المرحله الثانيه كنستنتجوا الحلول العدد ديالها واش حل وحيد ولا حلين ولا ليس لها حل المرحله الثالثه جدول الاشاره داخل الجذرين هذو كيتسموا الحلين وسط منهم كديروا عكس اشاره ا ا عندنا كيساوي كم كيساوي واحد اذا هذه ملاحظه مهمه وهذا موجب اذا هنا لداخل كديروا العكس ديال الاشاره ديالو بما انه موجب اذا غنديروا هنا ناقص وهنا زائد ثم استخراج الحلول من الجدول اذا المرحله الاخيره استنتاج استنتاج الحلول من جدول الإشارة استنتاج الحلول إذا بالنسبة لنا حنا استنتاج الحلول حنا عندنا التعبير أصغر من صفر بغيناه وقتاش يكون أصغر من صفر ما معنى أصغر من صفر يعني هنا يعني غيكون غي سالب يعني أنه سالب سالب فين ما بين جوج وستة يعني في هذا المكان هذا المكان هو فين في كاين سالب إذا إس هي المجال اثنان سته وبذلك نكون قد أعطينا الجواب الصحيح لهذه لهذه المتراجحة نمر الآن إلى السؤال رقم اثنان حل النظمة التالية إذا هذه النظمة باش نحلوها إذا عندنا جوج ديال الطرق إما استعمال طريقة التأليف الخطية أو استعمال طريقة التعويض يمكن أيضا استعمال طريقة المحددة المهم نتوما نشوفو الطريقة الأسهل الطريقه الاسهل بالنسبه لينا حنايا هي غنبحثوا على نديروا طريقه التعويض يعني مثلا نشوفوا او طريقه التاليف الخطيه ماشي مشكل دونك انا كيبان لي هنايا بجوجهم بنفس الطريقه ولو انني افضل طريقه التاليف الخطيه دائما لانها اسهل بكثير اذا غادي نمشي نشوف طريقه التاليف الخطيه اذا غنوضع بعدها المتراجحه النظمه عفوا اذا غنوضع النظمه اذا عندنا ثانيه كبيره عدنا النظمة هي إكس زائد إيكغيك تساوي تساوي ستة، هنايا جوج إكس ناقص تلاتة إيكغيك جوج إكس ناقص تلاتة إيكغيك كتساوي جوج، إذن بالنسبة كيف قلنا إذا سنتبع طريقة التأليفة الخطية، إذن أول حاجة هي أننا. غنضربو نحاولو نحصلو على المقابل ديال جوج إكس دونك ما هو مقابل كتشوفو العدد اللي مضروب في إكس المضروب في عدد مثلا إثنان إكس أو تال ناقص ثلاثة إكغيك دونك بالنسبة لينا حنا بغينا نقلبو على المقابل ديال جوج إكس دونك مقابل جوج إكس هو ناقص جوج إكس إذا هذا أش كي يعني كيعني كي أنني غنضرب هاد التعبير هنا في ناقص إثنان باش يولي عندي المقابل ديال جوج إكس اللي هو ناقص جوج إكس في السطر الأول يعني في المعادلة الأولى اذا غتولي عندي النظمة تكافئ النضمة تكافئ ناقص جوج اكس ناقص جوج ايكغيك حتى كنضرب تا ايكغيك ناقص جوج تساوي ستة تاهي ناقص جوج هي ناقص طناش جوج اكس ناقص ثلاثة ايكغيك كتساوي جوج اذا الان من بعد ما ضربنا المعادلة الاولى طرفيها في ناقص اثنان غادي نديرو نجمعو الطرفين المعادلتين طرف بطرف اذا نجمع معادلتين طرفا بطرف غادي نحصلو على النتيجة التالية ناقص جوج اكس ناقص جوج ايكغيك اذا هذا الطرف الاول زائد الطرف الاول زائد جوج اكس ناقص ثلاثة ايكغيك ناقص 12 زائد جوج كتلاحظوا حنا هذاك تعمدنا اننا نضربو في ناقص جوج باش يوليو عندنا حدين متقابلين هنا غنختزلو بهم اذا غتبقى ناقص جوج إيكغيك ناقص ثلاثة إيكغيك هي ناقص خمسة إيكغيك انتبهو جيدا هنايا في الجمع فملي كيكون العدد مسبوق وعدد سالب وهنا العدد عفوا إشارة سالبة وهنا عاد إشارة سالبة يعني السالب زائد السالب كيكون سالب ونجمع المسافتين يعني اثنان زائد ثلاثة هي خمسة ناقص خمسة بحال مثلا نقول خسرت جوج ديال الدراهم وعاود تخسر ثلاثة ديال الدراهم إذا أنا خاسر خمسة ديال الدراهم إلا اعتبرنا إيكغيك كتمثل درهم وجوج وثلاثة هو العدد ديال الدراهم وناقص مع ناقص خسارة يعني خسارة درهمين ثم خسارة ثلاث دراهم هي خسارة خمس دراهم تساوي هنايا ثاني نفس المشكل ناقص ناقص زائد جوج استعمال آلة حاسبة أو استعمال تقنية حساب مجموع عددين مختلفين الإشارة إشارة اللي عندها أبعد مسافة هي ناقص حيث يعني 12 من 2 ثم نطرح المسافتين تعطينا 10 اذا هي ناقص 10 اذا ناقص 5 ي تساوي ناقص 10 كتلاحظوا ناقص غتمشي مع ناقص تبقى 5 ي كتساوي 10 اذا ي 10 ماشي ناقص 5 بل على 5 لان العامل يصبح قاسم اذا ي كتساوي 2 ومنه إيكغيك كتساوي جوج إذا منين لقينا إيكغيك حنا غادي نمشيو نقلبو دابا على إكس إذا باش نقلبو على إكس أش عندنا نرجعو للمعادلة الأولى لدينا إكس زائد إيكغيك كتساوي ستة حسب المعادلة الأولى هذه المعادلة رقم واحد ومنه إكس هو ستة ناقص إيكغيك إذا x استخرج لقينا هي جوج كتساوي ربعة هذه هي x وبالتالي نقول الزوج ومنه ومنه الزوج أربعة جوج حل للنظمة وبهذا نكون قد أجبنا على السؤال رقم جوج الآن نمر إلى السؤال الثالث. إذن انتهينا من هذا الصفحة نمر الصفحة الثانية، ثانية، كبيرة تشكل الإناث نسبة 52% من سكان إحدى القرى. نعلم أن العدد الإجمالي لسكان هذه القرية هو 550. أحسب عدد الإناث بهذه القرية. إذن نعيد قراءة المسألة تشكل الإناث 52% من سكان إحدى القرى يعني الإناث كيشكلوا 52% العدد الإجمالي هو لهاد السكان القرية هو 550 أحسب عدد الإناث إذا بالنسبة لنا حنا خصنا نشوفوا العلاقة يعني أشنو كتمثل عدد الإناث إذا عدد الإناث عدد الإناث إلا شفنا المعلومات اللي عندنا عدد الإناث هو اللي عندنا نسبة الإناث 52% في هذه كاينة في المعطيات وعندنا العدد الإجمالي العدد الإجمالي هو خمسمية وخمسين إذا حنا باش نلقاو النسبة المئوية دوك شنو كانت هي النسبة المئوية النسبة المئوية بالنسبة للنسبة المئوية عدد النسبة المئوية للإناث غتكون هي عدد الإناث على العدد الإجمالي مضروب في مئة إذن هذه العلاقة ديال, نسبة المئوية. نسبة المئوية ديال النسبة المئوية النسبة المئوية ديال الإناث النسبة المئوية للإناث غتكون هي عدد الاناث في آه على العدد الاجمالي في خمسون في مئة عطانا النسبه المئويه اذا نعوض كل حاجه في بلاصتها دونك النسبه المئويه للاناث 52 اذا غنجيو هنايا نبدلو هادي ب 52 وعندنا العدد الاجمالي هو 550 اذا غتولي معادله المجهول فيها هو هو العدد الاناث اذا غتولي مئة في عدد الاناث على العدد الإجمالي هو خمسمية وخمسين يساوي النسبة المئوية للإناث هي اثنين وخمسين إذا دابا غادي نجزو هاد العملية هادي دونك بحيث عدد الإناث هو المجهول إذا غادي نديرو هاد المية هادي غنجيبوها لهاد الجيه غتولي عندي عدد الإناث غيساوي هاد العدد هذا اللي هو مية ضرب إذا غيولي هنا قسمة إذا تولي اثنين وخمسين مقسومة على مية هاد على خمسمية وخمسين وهاد خمسمية وخمسين اللي كاين هنا غنضربوها هنايا يعني القاسم يصبح عامل إذا عدد الإناث هو اثنين وخمسين على مية في خمسمية وخمسين بسهولة باستعمال الآلة الحاسبة علمية يمكن لكم تلقاو هاد النتيجة اثنين وخمسين على مية في خمسمية وخمسين إذا يمكن لينا نحسبوها بشكل جماعي إذا عندنا واحد الصفر هنا نقدرو نختزلو به ونديرو على الحاسبه ونحسبوا اذا غتعطينا 52 في 55 قسمه 10 اذا غنختزل واحد الصفر هنا مع هذا الصفر غيمشي اذا عدد الاناث هو 2860 قسمه 10 لان درنا 52 في 55 هي 2860 مقسومه على 10 اذا تعطينا هي 286 هذا هو عدد الاناث وبالتالي نكون قد اجبنا على التمرين الاول نلتقي في فيديو اخر للاجابه على بقيه التمارين ارجو ترك تعليق والاشتراك في القناه ليصلكم دائما الجديد